السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مسلم طاجر، وإن شاء الله النهاردة معانا درس جديد من شرح قواعد اللغة الإنجليزية في كتاب English Grammar News، ألا وهي الوحدة 84. درس النهاردة مميز جدا لأن هو تقريبا بنشوفه في جمل كتير there it، بس اللي ممكن نكون عارفينه بالاستخدام، شايفينه في جمل كتير فبدأنا بنستخدمه بنفس الأسلوب. في درس النهاردة هنعرف وهيتوضح ليك there استخدامتها ايه، it استخدامتها ايه، ايه هي الحالات اللي هي بتيجي فيها. طب وليه بنستخدم there وممكن ما نستخدمش it؟ هتلاقي فيه فروق غريبة هتعرفها في درس النهاردة، ان شاء الله يكون الامر بسيط وهين عليكم. ما ننساش كالعادة دعمك المباشر للحلقة، لايك تعليق، وما تنساش ان في فوق عندك في الكاردز بتضغط فيها كل حلقات English Grammar News مترتبة من اول الكتاب لاخره باذن الله. وإذا كان عندك أي تعليق أو استفسار عن جزئية في الدرس رجاء نكتب وقت الجزء اللي هتعلق فيه اللي أنت محتاجه من الفيديو عشان أقدر أوصل ليه، أضغط على الوقت اللي أنت كتبته فأقدر أستجيب للتعليق بسرعة وأرد على استفسارك. هذا وبالله التوفيق، ولنبدأ يا سادة مع درس جديد The and It الوحدة 84. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مع يونت 84 سكشن اي they and it. اوكي they and it، وفي هنا ريسترو مكتوب new واو جديد، اكيد هيبقى لها دلالة وعلامة لنا. اوكي نشوف كده، there is a new restaurant in King Street. There is a new restaurant in King Street يوجد. طب هي ايه معاني ذا؟ لو شفنا كده انا كنت مجهز، شوف كده ذا ده قاموس انجلش عربيك كاتب there معناها هناك، إلى هناك، في تلك المسألة، يوجد، ذلك المكان، أداة تشجيع. طيب ده قاموس عربي، نروح كده للقاموس الإنجليش نشوف ذا. في ذا بيقولك هي adverb، أوكي هي adverb place يبقى الظرف للمكان، وفي adverb تستخدم introducing subject لتقديم subject، وفي اكسل ان هي يتفوق في شيء او حاجه زي بتاعه التشجيع للترجمه الاخيره في القاموس اللي فات. لو شفنا كده في البليس مكتوب تو اور ات اور ان ذات بليس، يعني مرتبطه بالاماكن، في الاماكن عموما او عند مكان. لو رحنا للانتروديوسنج سبجكت ذير يوزد تو انتروديوس ذا سبجكت اور سنتنس سبيشالي بيفور ذا فيرب بي سيم اند ابي، بتستخدم في الغالب قبل فيرب بي سيم ابي. ممتاز. و to introduce the subject لتقديم الفاعل، ده معناه ان الجمله ما فيهاش فاعل وذا جاي بدلها. وبالنسبه للاكسل ذا used to express sympathy or satisfaction، شعور بالعاطفه شفقه رضا. بيقول لك they have made it work at last، اخيرا انا في المكان يا هناك يا في النقطه ديت انا فعلا كنت حققت اللي انا عايزه، خلصنا من اللي انا محتاجه من القاموس ده ومن القاموس ده. نشوف كده، فهو كان بيقول هنا there's a new restaurant in King Street. Yes I know I went there last night it's very good. خلي بالك في الجملة دي استخدم there واستخدم it صح. طب شوف معي there I went there، أنا ذهبت إلى هناك، يبقى there جاي هنا إشارة إلى المكان اللي هو ذكره في جملة قبل كده صح، قال إيه هناك. طيب last night it's very good. طب ايه it ديت؟ ال it احنا عارفين ان في عندنا it من subject pronouns اللي هي ضمائر الفاعل اللي هي I, he, she, it, we, they, you اللي دايما بيجوا في بداية الجملة، وعارفين ان الضمير لما بيجي في بداية الجملة هو جاي لانه بيعوض عن فاعل ذكر في جملة قبله. يعني لو انا قلت اسلام is a teacher اجي في الجمله اللي بعدها مش شرط احط اسلام، انما اعوض عن اسلام بضمير فاعل اقول he is smart مثلا. تمام، ففي الجمله هنا لما بدا الجمله الثانيه قال ايه it's very good، ال it دي تعود على النيو ريستورانت في السؤال اللي قبله. وضحت؟ يبقى انا استخدمت it علشان اشير الى فاعل غير عاقل مفرد ذكر قبل. نشوف كده الشرح موجود ايه.
We use the, احنا بنستخدم the ويارد نبدأ نسجل الملاحظات. When we talk about, عندما نتكلم عن something for the first time, أول مرة رايحين نتكلم عليها. يعني الشيء ده not mentioned before for us or between us, ما تمش ذكره ما بيننا قبل كده. To say that it exists, عشان أبين إنه موجود, لأن أصلا الكلمة يوجد, خلي بالك صح؟ شوف كده, there is a new restaurant in King Street. يوجد مطعم جديد في King Street, شارع King. Okay, not a new restaurant is in King Street. لما تقول a new restaurant يبقى انت كده بتدي إشارة أو علامة إن مخليه نكرة أولا, هو مش هيبقى نكرة لأنه هو هيبقى معروف, لأنه هو المحل اللي هيبقى المفتوح جديد في الشارع. فثانيا there بتبين ان هو موجود بالفعل, وان دي معلومه جديده ليا وليك ان انا بقولها لك او انا بسمعها منك حسب. I'm sorry, انا اسف. I'm late, انا متاخر. There was a lot of traffic, انا ببين ليك سبب التاخير لان انت ما تعرفوش, لان انت يمكن اول مره تعرف ان كان في زحمه. There was a lot of traffic, ده كان في زحمه, كان يوجد ازدحام مروري. Not it was a lot of traffic, انها كانت زحمة مرورية. لا, هو كان يوجد افضل, much better. حتى هو بقولك not, ما تستخدمهاش. Things are more expensive now, الاشياء ايه غالية شوية عن قبل كده. Now الان, there has been a big rise in the cost of living. حاسين ان في بدأ يوجد ايه, there has been a big rise, في تصاعد, في ارتفاع, the cost of living, للمعيشة, تكاليف المعيشة. It, يبقى دلوقتي عرفنا هنا الجزء الاولاني, when we talk about something for the first time to say that it exists, انها موجودة. اما it, a specific thing, شيء محدد, place, مكان, fact, حقيقة, situation او موقف, etc. الى اخره. But see also section C, نروح لسكشن C ان شاء الله. We went, نشوف هي قصده, we went to the new restaurant, احنا ذهبنا الى المطعم الجديد. It's very good, انه جيد. لو تلاحظ هو ليه اولا استخدم ذا, لو انتم فاكرين الست دروس لذا, ان احنا بنستخدم ذا للتعريف او لإعداد التعريف الشيء, اما منشند قبل كده, ذكر قبل كده فاحنا عارفينه وبنتكلم عليه بالتحديد, او لانه حاجه معينه من الخصائص اللي بتيجي مع ذا. نلاحظ ان هنا نيو ريستورانت في الجمله دي ما ذكرتش, بس لو انت فاكر في اول الدرس هما كانوا بيتكلموا على المطعم الجديد, فهو بيتكلم بالتحديد نحن ذهبنا الى المطعم الجديد اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده. It's very good. ليه it's هنا جابها؟ ليه جاب it؟ ما قالش there is very good. اولا there is very good مش هتمشي خالص, مش يعني there is very good يوجد جيد جدا, هو مين اللي يوجد جيد جدا؟ خلي بالك it تعود على the new restaurant. The new restaurant زي ما قلت لك قبل كده it تشير الى فاعل, انا اسف, اسم مفرد غير عاقل, اسم مفرد غير عاقل. انت عندك النيو ريستورانت اسم ومفرد وغير عاقل, ومش بس كده, ذكر قبلها كمان, موجود في جمله قبلها. فبقول لك ات تعود على مين؟ ذا ريستورانت. اوكي. I wasn't expecting them to come, انا ما توقعتش انهم يجوا. It was a complete surprise. ما انت هنا جاي تناقضني بقى, منين جت ات؟ ما فيش حاجه هنا, فين الغير عاقل المفرد؟ ركز كده. I wasn't expecting, انا ما توقعتش, them to come, انهم يجوا. It was a complete surprise, انها كانت مفاجأة يعني تماما كاملة بالنسبة لي. It هنا تعود على التفكير بتاع thinking نفسه, اللي هو ال situation, الموقف. الموقف كله كتلة على بعضها كده غير عاقل بالنسبة لي, وحدة على بعضها. فهو بيقول لك ايه؟ that they came, انهم جم. فكرة انهم جم عوضت عنها بضمير it. واو, ما توقعتش انهم يجوا. كومبير, عايزني نعمل مقارنة كده ونوضح.
في الجملة دي الفرق ما بين there و it. وقبل ما نرجع تاني. There, when we talk about something for the first time, to say that it exists. هنتكلم عن حاجة لأول مرة عشان نقول إنها موجودة. It, a specific thing, place, fact, situation. بنتكلم عن حاجة محددة. Thing, شيء. Place, مكان. Fact, حقيقة. Situation, موقف. Weather, طقس. Whatever. يبقى في مثلا an animal, حيوان. في حاجات كتير ممكن نعوض عنها بإت. وده اللي انا مجهزه في اخر حلقة في موقع. انا جبت منه شرح سريع كده, هناخد منه العناوين, نبقى راجعنا على كل الدرس باذن الله. نسيت اقولها في مقدمة الحلقة. نشوف الجملة اللي هو عايز يعمل لي فيها مقارنة ما بين ذي وإت ونوضح ايه الموضوع. I don't like this town. انا ما بحبش المدينة دي. There is nothing to do there. I'm sorry, here. There is nothing to do here. ايه ذي؟ ذي هنا جاية انها تعبر ان مفيش حاجة جديدة ان انا اعملها هناك. هعمل ايه هناك؟ انا عايز اديك معلومة جديدة, مفيش حاجة تعملها هناك. فاقول له ايه؟ There is nothing to do here. مفيش حاجة تعملها هنا. It's a boring place. ده مكان ممل. يا ترى هنا it دي تعود على مين؟ it هنا تعود على this town, هذه المدينة. يبقى خلي بالك, there is nothing, nothing get نفت there. لكنه بيقول there isn't anything to do here. لا يوجد شيء ما تقوم به هنا. فبقول لك there is nothing, ما فيش حاجه جديده. انا بديك اول معلومه اول مره اقولها لك, ما فيش حاجه تعملها هناك. It's انها, مين انها؟ it تعود على this town, a boring place. ممتاز. There is also means there كلمه there also means ايضا تعني to at in that place, اللي قلناها في الديكشنري في القاموس انها مرتبطه بالمكان لان هي adverb of place في الغالب. The new restaurant, المطعم الجديد, is very good, جيد جدا. واو. I went there, انا ذهبت الى هناك. I went to the restaurant, الى المطعم, last night, ليله امس. يعني انا ممكن اشيل المكان بعد ما كنت انا ذكرته قبل كده واحط there. خلي بالك. When we got to the party, عندما وصلنا إلى الحفلة, there were already a lot of people there. خلي بالك, there were already, كان يوجد بالفعل, a lot of people there, هناك. يعني دي جاي بمعنى يوجد ودي بمعنى ايه؟ هناك. At the party, في الحفلة. خلي بالك there بتيجي في بداية الجملة كفاعل, في حالة وجود, في حالة عدم وجود فاعل, في حالة عدم وجود فاعل انت ممكن تستخدم there. يعني انا ممكن هنا ممكن اقول people were already there, الناس كانت هناك موجودة. اوكي, people were already, الناس were already there, موجودين. طب انا مش عايز احط people في الاول, خلاص ممكن اجيب there, يوجد. There were already a lot of people there. بس there دي غير there دي. Okay. There الأولانية for introducing a new information. جيت عشان بقدم لك معلومة جديدة. There التانية as an adverb of the place. كadverb, كحال أو ظرف للمكان, اللي هي هنا بقول لك إيه, اللي هي معلومة جديدة. Also means to or at or in that place. اوكي, فبقول لك هنا to the restaurant, الى المطعم, او at the party, نفس ما فهمنا في الجملتين. يبقى انت كده عندك كام استخدام لتو اللي ذا استخدامين, for introducing a new information that exists, وذير الثانيه الاستخدام الثاني to mean to or at or in a place or that place. وطبعا it ما عرفناش ليها الاستخدام واحد اللي هي specific thing, ان هي بتعمل reference, دليل او اشارة الى شيء غير عائق المفرد ذكر قبلها. You can say في section B, يمكنك ان تقول. ان ننتقل لمرحلة جديدة, هي مش فارق قوي عن اللي قبلها بس هي مع الزمن المعقد شوية. You can say, يمكنك ان تقول. There will be, سوف يوجد, سوف يوجد. There must be, لابد ان يوجد. There might be, ربما يوجد. There used to be, اعتدنا ان يوجد, etc. الى اخره مع الازمنة بالشكل هذا. Will there be many people at the party? هل سوف يوجد
عديد من الناس في الحفلة. Is there a flight to Paris this evening? هل توجد رحلة طيران إلى باريس هذه الليلة؟ There might be, ربما. I'll phone the airport. أنا أتصل لك على المطار. There might be, والله ممكن. ربما يوجد. ما بددلوش أكيد لأني ما قلتلوش there must be. لازم يوجد. There might be, والله ربما احتمال ضعيف. فاكرين possibilities كان درس قديم خالص في المودل فيربس لو انتوا عايزين ترجعوا له كان في الوحدات الأولانية خالص. If people drove more carefully لو الناس بتقود السيارة بحذر there wouldn't be so many accidents لن يوجد العديد من الحوادث. If people drove more carefully لو الناس تقود السيارات بحذر there wouldn't be لن يوجد so many accidents. طبعا دي الحالة التانية من if لو انتوا فاكرين if conditional الحالة التانية شرحناها برضو في حالات if هتلاقي اربع حالات تقريبا لقواعد if ورا بعض بالحالات الاستثنائية فيهم if وجي بعدها ماضي بسيط فالجاري التانية would و infinitive would ومصدر. Also يمكنك ايضا there must be an اسف there must have been there must have been there should have been. طبعا كنا موضحين قبل كده الفرق ما بين must have been و should have been. There was a light on there must have been somebody at home. انا شايف ان النور كان قايد اكيد كان في حد هناك في البيت. There must have been somebody at home لابد من وجود شخص ما كان في البيت. Compare نعمل مقارنة ما بين there and it. They live on a busy road. هم عايشين على طريق دايما مشغول دايما الطريق ده عليه حركة سيارات. There must be a lot of noise from the traffic. يوجد أو لابد أن يوجد الكثير أو العديد من ضوضاء عالية from the traffic من الزحام المرور من المرور اللي ماشي على طول للنهار عندهم ده. طب شوفوا الجملة كده خلي بالك there هنا وضحت إن بتعمل إشارة لإيه there must be أو لك يعني هو بيديني فكرة إن في هناك دايما ضوضاء فكرة بيعطيني فكرة معلومة. أوكي they live on a busy main road هم عايشين على طريق دائما مشغول رئيسي. It must be it هنا تعود على البيزي مين رود الطريق نفسه. It تعود على الطريق نفسه. Must be very noisy الطريق ده أكيد مليان بالضوضاء. وصلت الفكرة. ال it بتعود على حاجة مذكورة قبل كده على الشيء نفسه إنما there بتعود على مش تعود على بتوضح ليك ان انا بقدم لك المعلومة دي. Introducing the new subject انا بقول لك البيزي رود ده must be have a lot of ان الحياة بالقرب من دي في الجملة الاولانية انما في الجملة التانية انا بقول على الطريق نفسه طريق نفسه اكيد ضوضاء مسبب ضوضاء انما في there في الجملة الاولانية انك عايش بالقرب من المكان ده من الشارع ده اكيد ده عامل لك ازعاج بسبب الضوضاء منه كتير. There used to be a cinema in King Street. ياه الله ابني كان في زمان كان زمان في هنا سينما في الشارع ده. But it closed a few years ago. قفلوها. انا هنا بقدم لك فكره بقدم لك بقول لك ان المكان ده كان فيه بعمل لك اخطار بالمعلومه. That building is now a supermarket. اصبح سوبر ماركت. It used to be a cinema. المبنى اللي هناك ده ذات خلي بالك ذات ليه اشاره للبعيد. المبنى اللي هناك ده مفرد بعيد is now a supermarket دلوقتي بقى ايه supermarket للبقاء supermarket اقول ايه it used to be يعني it تعود على مين على ذات building او تعود على supermarket ممكن تعود على الاثنين. Used to be a cinema كان زمان المكان ده كان زمان سينما خدت بالك ف there جاي توضح لك ان بعمل لك mention او introducing for the information this piece of information for you ده غير ان there محتواها في كلمات كتير يعني there بتعود على فكرة كاملة. There used to be يعني كل اللي جاي ده بقى كنت ممكن احطه بدل there. You can also say
يمكنك أيضا أن تقول there is sure, there is certain, there is likely, there is bound to be. There is bound اللي هي إنه من المؤكد بالتأكيد شو to be a flight to Paris this evening. هيكون في رحلة لباريس هذه الليلة. أوكي فهو هنا متأكد. غير اللي كانت قبل كده كانت إيه؟ قالوا there might be. There might be. إنما هنا بقول there وجايب verb to be وحط بعدها sure, certain, likely, bound. أوكي؟ فنخلي بالنا من الإكسبريشن. Section C we also use it in sentences like this. احنا ايضا بنستخدم it في جمل مثل هذه. خلي بالك استخدامات it هنا غير اللي فوق خالص لان اللي جاي استخدامات جديده وده الشائع والعام. ده اللي فوق برضو شائع وعام ده دايما ده موجود في الانجليزي. It's dangerous to walk in the road. انه من الخطير ان تمشي في هذا الطريق. We do not usually say احنا في الغالب ما بنقولش to walk in the road is dangerous. اللي تمشي في الطريق هذا خطير. لا فهو عايز يحط فاعل يلم الليله دي كلها. قال له it is dangerous انه من الخطير. it is dangerous. طب هنا it جاي تعود على ايه؟ it هنا مش جاي تعود على حاجه. it هنا جايه introduce اقول لك ايه للي بعده. هتقدم اللي بعده. شوف انا جالك في الامثله اللي بعدها هي توضحها لك اكتر لان انا مش قادر اشرح من غير ما اقول لك امثله. To walk in the road is dangerous. Normally we begin with it. احنا في الغالب بنبدا ب it. Some more examples. It didn't take us long to get here. ما خدش مننا وقت كتير. It من it اللي هو يعتبر التايم الوقت. It didn't take us long to get here. فهو لو عايز يبدا الجمله هنا يقول to get he didn't take us ما تجيش. وهنا في نفس الوقت ما فيش فاعل فيعمل ايه؟ قال لك انا اعوض ب it. اوكي اعوض ب it. It didn't take us long to get here. ما خدش مننا وقت كتير ان احنا نوصل هنا. It's a pity. يا احنا اسفين للموضوع ده او يعني حاسس بالحزن بالاسى بالثمس نوع من انواع الثمس بالشفقه والعاطفه that Sandra can't come to the party. إن ساندرا مش هتقدر تيجي للحفلة. It's a pity. Let's go. هيا نذهب. It's not worth waiting any longer. Let's go. يلا نمشي. يلا نمشي. It's not. إنها لا تستحق أن ننتظر أكثر من ذلك. أكثر من كده. أكثر من ذلك. It's not worthy waiting any longer. Okay. It طبعا تعودين على situation solve. We also use هنا use we also use it نستخدم it to talk about distance time and weather. وده الاستخدام الرائع ليه. How far is it from he to the airport. it هنا تعود على المسافة. مسافة ذكرت في جملة قبلها اللي هي زي it didn't take us long to get here. ممكن هنا برضو reference it على انها مسافة. المسافة ما خدتش مننا كتير عشان نوصل منين وممكن بيحكي عن الموقف. فقيت متعددة الاستخدامات. How far ما المسافة is it سوف تأخذها from he to the airport من هنا للمطار. فهو هنا قصده it ال distance. What day is it today ما هو اليوم اليوم ما هو اليوم. فقيت هنا بتسأل على الوقت النهاردة ايه. It's a long time since we saw you last. Yeah, it's a long time. يا أخي ده مسافة طويلة من آخر مرة شفناك. هو برضه بيسأل على التايم. It was windy yesterday. إنها كانت عاصفة. كان في رياح. Yesterday, but there was a cold wind. أوكي خلي بالك. It was windy. It was windy. جه وصف الجو. بس لما قال there كان يوجد there was ما قلش there was خليها هنا ايه. It was windy. There was a wind. هو قال ايه a cold wind وصف انها رياح بارد. There was a cold wind yesterday كان يوجد هواء بارد. There بتقدم الفكرة بس مش هتوصف انما it وصفية. it وصفت الجو.
it's windy, it's sunny, it's rainy, ممطرة مشمسة، واخدين بالكم؟ إنما there كان يوجد there was a shining sun، شمس ساطعة. اوكي؟ بس ما ينفعش أقول there was hot، it was hot. اوكي. ده كده الدرس بالنسبة لي انتهى. في موقع وهحط الرابط بتاعه إن شاء الله في أول تعليق، عشان لو عايزين تشوفوا برضه الصفحة تلخص للدرس كله. There استخداماتها to introduce a new topic لتقديم موضوع جديد with numbers of or quantities مع الأرقام والأعداد to say where something is لتقول أين شيء ما with an indefinite pronoun طبعا زي nothing plenty a lot of وممكن تستخدم طبعا to show the subject of to for فهو هنا بيقول لك إيه there is nothing to there was plenty وبعد كده تو طبعا انت لما تقرا الصفحه هتفهم اكتر with indefinite برضه دي مش قوي بالنسبه لي with plural طبعا مع ار وير زي از واز بالنسبه ل it ودي اللي جميله جدا we use it to talk about بنتكلم عن time and date الوقت والوقت والزمان و weather talks to give opinion بتاعت راي to give an opinion followed by to رأيه يجي بعد to اللي شرحنا القاعدة دي اللي هي it's صفة to و to give opinion followed by ing برضه شرحناها وفي استخدامات it مع to talk about people مع انك تتكلم عن الناس وفي في آخر الدرس في اختبار تاسك لو انت عايز تختبر نفسك ما بين there و it هذا وبالتوفيق ونعتذر ان احنا طولنا عليكم شكرا واللقاء آخر مع درس جديد المرة الجاية الفرق ما بين some any شكرا وطولت عليكم جدا في الحلقه ديت واسفين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع السلامه